كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم عن توجه الوزارة لإعداد خطط متعلقة بامتحان الثانوية العامة التوجيهي. بدنا نسأل عن التوقيت، هل هو توجيهي جديد؟ هل هو إلغاء لهذا الامتحان أم تطويره؟ مع ضيفنا الكريم الدكتور فاخر دعاس منسق الحملة الوطنية لحقوق الطلبة. ذبحتونا، مرحبا ويعطيك ألف عافية. أهلا أستاذ رانيا. بداية اسمح لنا نشوف مقتطفات من كلمة الوزير ومن ثم نعود للتعقيب عليها. قرر البدء بتوزيع الطلبة إلى مسارين رئيسيين التعليم، هم مسارين الوحيدين، مسار التعليم الأكاديمي أو مسار التعليم المهني بعد الصف العاشر. في المسار الأكاديمي يدرس الطلبة في الصف العاشر والحادي عشر نفس المواد، لا فرق بين الطلبة فيما يتعلق بالمسارات أو الحقول التي سيدرسونها في الجامعات. وبعد في الصف الحادي عشر تنتهي دراسة مواد الثقافة العامة المشتركة، يعني بنحكي عن العربي، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الإسلامية، وتاريخ الأردن. هذه المواد تنتهي دراستها في الصف الحادي عشر، ينتقل لدراسة الصف الثاني عشر. الثاني عشر أيضا المواد تدرسها الطالب تختلف حسب الحقول، والحقول هي تمثل تخصصات جامعية، فهو هذا الهدف منه هو اختيار الدراسة تخصص أو الدراسة الجامعية. فهناك ستة حقول في الصف الثاني عشر، ثلاثة منها علمية يعني توجهها علمي أو مكوناتها علمية، وثلاثة إنسانية علوم إنسانية. المعدل بتكون من 30% مخصصة لعلامة الثقافة العامة المشتركة و 70% لعلامة المواد التخصصية التي اختارها في الصف الثاني عشر. فإذا مهم أنه نحكي أنه طالب نجاح المدرسي شرط للتقدم للجزء الأول والجزء الثاني التوجيهي، يعني ينجح في الصف 11 تقدم للمواد الثقافة العامة المشتركة، بينجح بمواد الصف 12 اللي درسها كلها، ممكن يدرس ليس فقط اللي بتقدم الأربعة، بده يدرس ست مواد ومهارات رقمية. إذا ما نجح فيها مدرسياً يتقدم الطالب إلى الجزء الثاني امتحان الثانوي العام، وهو الأربع مواد حسب حقل التخصص، تعتمد على حقل التخصص. إنهاء الثانوي العام هو النجاح بالصف الثاني عشر، طبعا ما بنجح الثاني عشر إلا إذا نجح بالحادي عشر. فبالتالي إنهاء الصف الثاني عشر مدرسيا طالب يصير معه ثانوي عام توجيهي. الهدف من الجزء الأول والثاني هو لغاية الدراسة الجامعية. نعم دكتور، بداية الجديد ورأيكم به؟ يعني هو هذا الخطة وضعت في عهد الدكتور وجيه عويس، وكان قبل في عهد محمد أبو قديس تشكلت اللجنة، فعهد الدكتور وجيه عويس أصدرت اللجنة توصياتها، وكانت هي برئاسة بالصدفة برئاسة الدكتور عزمي محافظة، يعني قبل أن يصبح وزيرا. دكتور وجيه عويس لم يكن متحمس للفكرة وقام بتأجيلها، ثم استلم الدكتور عزمي محافظة وأعاد إحياء الخطة اللي أو الفكرة اللي هو حطها كرئيس كلجنة تطوير التوجيهي. الإشي الأساسي إذا بدنا نبلش في الإشي الأهم باعتقادي، إنه إحنا نحكي إحنا وين المشكلة عنا؟ إحنا المشكلة عنا بالتوجيهي، ولا مشكلتنا بمخرجات العملية التعليم بشكل عام، ولا بمدخلات الجامعات، ولا بمخرجات الجامعات؟ أنا باعتقادي جوهر القضية هي مخرجات العملية التعليمية الأساسية، اللي هي التوجيهي هو العنوان الرئيسي لهي النتائج. أنا شو دخلت، شو طلع معي من الصف الأول للصف العاشر بيطلع نتائجه في التوجيهي. والتوجيهي زي ما حضرتك تعرفي هو مدخل للجامعة، هو مدخلات الجامعة هي التوجيهي بشكل أساسي. وبالتالي أنا إذا بدي أحل المشكلة، وهذا مش بس إحنا بنحكي كحملة أو كمؤسسات مجتمع مدني، حتى استراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية نصت حرفيا على أن تطوير العملية التعليمية يبدأ من رياض الأطفال. من الكيجي 2 الآن أصبح الكيجي 2 إلزامي، وبالتالي عملية تطوير عملية التعليم يجب أن تبدأ من الكيجي 2. إحنا للأسف كل وزير تربية وتعليم يأتي أول ما يبلش في التوجيه، يمكن لأنه هو يعي جيدا أن فترته قصيرة وأنه هو بده يطور وبده يشتغل، يعني إحنا بحسن النية بدنا نعتمد، وبالتالي ببلش بحكي لك خلينا أطور التوجيه. وفي كل مرة بندخل في إشكاليات كبيرة بتعاد، يعني إحنا يعني صدفنا حتى الآن يمكن خمس أو ست تجارب توجيهي كلها
تم إلغائها وإعادة النظر فيها وتشكيل توجيه جديد. حاسوب مرة بيلغى، حاسوب مرة بنحط، علوم الأرض تنحط بتنشال، فيزا بتصير اختياري بتصير إجباري، دورتين دورة، دورة تكميلية مباشرة بعد 4 أيام تشفل فشل، تفشل فشل ذريع، بعدين بروح بحكي بعمل الدورة التكميلية بالفصل ببداية الفصل بين الفصلين، وهي كأنها دورة ثانية تعتبر. الآن بنحكى عن حوسبة ما بعرف كيف بدها تنعمل، الآن بنحكى عن إشي خطير جدا. طبعا الحديث اللي بنحكى هلا إذا بنحكي بتفاصيله يعني بنحكي بإشي كتير كتير مهم يعني بصراحة، وضروري يتم الوقوف أمامه بشكل جدي، وهذا موضوع لا يجوز أن يمر مرور الكرام. أستاذ رانيا، موضوع التوجيه بالشكل اللي نحط هنا هذا له تداعياته الخطيرة والكبيرة جدا، ابتداء من إنه إحنا جينا عملنا يعني، أنا لو بدي أطلع عليك بشكل مجرد، أنا مش في الأردن، أنا في الأمم المتحدة بقدم مشروع، أنا بحكي مشروع عظيم، فهمت علي؟ ولكنه أنا لما أجي أطبقه على دولة زي الأردن، أنا لسه عندي نظام الفترتين. إحنا قبل فترة رفعنا لوزارة التربية شكوى إنه طلاب التوجيه ما تحطوهم فترتين، والوزارة رفضت. أنا فيش عندي بنية تحتية، فيش عندي خدمات مستية، فيش عندي تطوير معلمين، أنا يعني لما زالت الفترتين شغالت. وباجي أحكي بدي أحكي أنا التشعيب ببلش على 10، أنا طالب التاسع أنا في ضمن المؤهلات الموجودة اللي عندي لطالب التاسع، وظل النتائج بنحكي عنها البيزا وغيرها اللي إحنا السادسة من تحت في هو أصلا المؤتمر الصحفي كان بالشكل الأساسي بيحكي عن تقييم نتائج امتحان البيزا يعني إلى حد ما ماشي الحال. لما أحكي كل هاي النتائج في الآخر بحكي بدي أخذ نظام الآي بي تبع سويسرا أطبقه في الأردن في وأشعب من التاسع، يعني شو طالب التاسع؟ أنت تخيلي طلاب التاسع يعني إذا أنت في ذاكرتك حدا من أقاربك صف تاسع قادر إنه يحدد إنه بده يروح مهني ولا بده يروح أكاديمي، وأنا متأكد بإنه المدارس ما فهمهم مش إيش هم، بينما طالب الآي بي بنقعد معه 1-to-1، بنقعد مع ولي أمره، وبنقعد معه مع ولي أمره ومعه مع أستاذ، يعني 3 جلسات تفصيلية، غير إنه أصلاً بيكون مهيأ من الكي جي للتاسع، هو يفهم شو في مواد وشو في دنيا وشو في مؤسسات مجتمع. إذن المشكلة مش بالفكرة بحد ما هي المشكلة في التطبيق، المشكلة في إنه أنا الواقع اللي أنا فيه بجيب فكرة من الخارج بحطها زي ما هي، زي ما صار تماماً في أيام دكتور عمر الرزاز عندما كان وزير تربية وحكى بده يلغي الرسوب بالتوجيه إذا بتتذكري، وبده يلغي الفيزياء وبده يلغي الكيمياء، وحتى إذا أنت راسب عربي بتدخل جامعة وبتدرس لغة عربية، يعني تخيل أيامها كيف كانت الفكرة، وصارت ضجة كبيرة عليها لأنه هو كان معتمد أنه نظام السات بياخذ فكرة نظام السات وإجا يطبقها وما مشيت. يعني كمان هنا الإشكالية كبيرة جدا، يعني حتى إذا بدك نحكي بتفاصيل أكثر، يعني مثلا بنحكي على الحقول اللي انطرحت هاي 6 حقول. طيب أنا بدي أفترض، أنا بدي أحكي لك وأنا مغمض، 90% من الطلاب بدخلوا أكاديمي عشان يدخلوا طب، 90% كلهم طموحهم إنه يدرسوا طب، صح ولا لا؟ وبالتالي الطلاب معظمهم حيدخلوا الحقل الصحي. الآن ضمن التقسيم اللي حاطينها بالوزارة للأسف الطالب مش مطلوب منه يدرس فيزياء ولا كيمياء، بيدرس أحياء وإنجليزي متقدم وكيمياء أعتقد ماشي الحال، أعتقد كيمياء وأحياء وإنجليزي متقدم بلا ماشي الحال، ومادة رابعة اختيارية. طيب الآن إذا الطالب بده ما طلع له طب، شو وين بده يروح؟ تخيلي بيطلعلوش طب بده يروح تمريض، هل يعقل إنه طالب جاي بده يدرس طب ما يطلعلوش طب بده يدرس تمريض؟ الإشكالية في هذه الحقول إنها هي مش دارسة الواقع، مش دارسة حتى تعليمات وزارة التربية. يعني مثلا في الآي جي وزارة التربية بتطلب عشان الطالب يتقدم للطب إنه يكون دارس فيزياء، وانت طالب التوجيه عندك تطلبش منه يدرس فيزياء مثلا، فهمتي كيف؟ طب انت بتعرف انه دول العالم يعني مثلا في مصر في لبنان في غيرها بطلب من طالب التوجيه انه انت شهادتك لازم يكون فيها فيزياء او رياضيات، فهمت علي؟ انت ما جبتها، انت بتتعامل مع طالب هو برجوازي طالب معه مصاري كثيره وهو جاي بده يدرس طب، ولو ما طلعلوش بالاردن مدبر حاله بتخصص ثاني. يعني هذا طالب الاي بي فعليا، طلاب الاي بي من الصف العاشر عارف حاله وبيخاطب في الاول ثانوي وبالعاشر بيخاطب جامعات عشان يتم قبوله، يعني هاي شو المواد اللي اخذها، شو بدكم علامتي فيها، قديش من 7 4 5 6 الى اخره الحد الادنى اللي اخذه، وبناء عليه بحط اليته. نعم. احنا هذا الحكي مو موجود عندنا، احنا هذا مش مطبق فعليا. يعني إذن هاي هي الملاحظات يعني بشكل عام، بس من الأمور اللي لفتت نظرنا قال وزير التربية إنه نتائجنا في الدورة الأخيرة من امتحان الثانوي العامة دون الجيدة وترتيب الأردن تراجع. طبعا هذا تصريح خطير إنه يطلع من وزارة التربية، وتحديدا بإنه نحن طول الوقت عم نقول عم نشتغل على التعليم نعمل إصلاحات، وأيضا هو عم بيقدم فكرة جديدة وخطة جديدة.
كيف بتصنف هذا التصريح وكيف بتصنف ايضا يعني اسباب تراجع الاردن بهذه الطريقه؟ هو انا يعني معلش افهم شو معناته دون الجيده من اي ناحيه؟ من ناحيه المعدلات، المعدلات هي نفس السنوات السابقه عشان تكون المساله واضحه. يعني هو بيحكي باي منطلق؟ انت من منطلق انه الامتحان مستوى الامتحان لا يعكس مستوى الطلبه، ولا نتائج الطلاب كانت دون مستوى النتائج السنوات السابقه؟ اذا النتائج هي مطابقة تماماً للسنوات السابقة، سواء من نسبة النجاح أو نسبة المعدلات المرتفعة، يمكن خفضت شوي صغيرة، ولكن إحنا بدنا نحكي، إذا نحكي دون المستوى بدنا نحكي عن الامتحان نفسه اللي كان فيه أخطاء كثيرة في الامتحانات، في أكثر من امتحان فيه أخطاء، والوزارة يعني دخلنا بإشكالية كبيرة، امتحان الكيمياء، امتحان الرياضيات، حتى امتحان الإنجليزي، طريقة التصحيح، كل هاي كانت إشكاليات موجودة وواقعية في امتحان التوجيهي. إحنا أنا باعتقادي إنه إن ضلنا نجلد التوجيهي بتصوري الهدف الرئيسي منه، يعني وأنا ما بحكي عن الوزارة حاليا، بحكي بآخر 10 سنوات في جلد للتوجيهي، الهدف الرئيسي منه هو جرنا إلى مربع القبول المباشر في الجامعات الرسمية، وزي ما حكى الوزير إنه شهادة التوجيهي بتاخدها، أنت ناجح مدرسة بتاخد شهادة التوجيهي، القبول الجامعي روح بتصفي إنك بدك تروح الجامعة، هذا حكي هم اصلا معلن رسميا في مؤتمر تطوير الثانويه، مؤتمر تطوير التربيه التعليم في 2015 نصا انحكى انه احنا بدنا نوصل لمرحله انه يكون التوجيهي مش المعيار للقبول الجامعي، وبالتالي هذا القصف على التوجيهي هو باعتقادي الهدف منه انه احنا هاي المؤسسه اللي انبنت في بعشرات السنوات، مؤسسه المصداقية العالية، حضرتك درست توجيهي وأنا درست توجيهي أردني، ولا عمرنا شككنا في نتيجة التوجيهي تبعتنا، ولا عمرنا حكينا إنه إحنا علامتنا لا أعلى أو أقل، ولا عمرنا حكينا إنه لا في حدا غش، رغم إنه صار في تسريبات في سنوات محدودة وتم حلها بشكل نهائي، معناته إحنا فينا مؤسسة محترمة يجب أن نحافظ عليها، مؤسسة الحمد لله ما دخل فيها فساد ولا محسوبية ولا واسطة. لكن دكتور فخر، يعني أنت ذكرت النقد الكبير، هل اليوم التوجيهي الحالي دون تطوير أصلاً يحاكي متطلبات السوق وأيضاً التكنولوجيا والتخصصات التقنية؟ أنا باعتقادي إنه إحنا علينا إذا بدنا نطور بنطور من الروضة، من رياض الأطفال، ونبلش نطلع تدريجي، بعد هيك بنحكي في تطوير التوجيهي، بعد ما يكون في عنا طلاب طوروا مستواهم إنه يحاكوا ويوائموا العصر. أما إنه أنا آجي أحكي على طالب يدخل يأخذ أحياء وكيمياء وأحياء وكيمياء وإنجليزي متقدم وروح دبر حالك وين ما بدك وهو يضيع، هذا إشي بصراحة أنا يعني لا أستوعبه صدقا، أنا ما أقدر أستوعبه. وللعلم هذا النظام مش نظام تطوير توجيهي، هذا نظام قبول جامعي، هذا بالحرفيا هو نظام قبول جامعي، هذا يفترض وزارة التعليم العالي اللي تحطه، يعني أنا شو اشتراطاتي عشان أنت، هو شو بحكي لك هذا النظام إنه أنت إذا بتدرس هيك بيطلع لك هيك، معناته هو قبول جامعي، هو مش نظام تطوير توجيهي، هو أبقى على الدورة الواحدة، هو بيتحدث عن إنه طموحهم إنه يصير النظام محوسب ويعملوا أكثر من دور، وهذا لا يمكن في ظل واقعنا وواقعنا اللوجستي والميزانية تبعت وزارة التربية، لا يمكن إنه هذا الحكي يتحقق. كل الشكر لك دكتور فاخر دعاس، وللتأكيد طبعا حاولنا نتواصل مع وزارة التربية والتعليم لنحفظ لها حق الرد، لكن للأسف لم يتم الاستجابة من قبلهم.